وذكر باللي قمنا بهذا الشيء منذ الاستحقاق الاول في 2009. 2009 الحزب انفتح على عدد من المرشحين للانتخابات، بحيث ان اكثر من 50% ديال المرشحين باسم حزب الاسرى والمعاصر 2009 كانوا دخلوا لاول مره للسياسه. هذا الشيء ما بانش ربما في التحاليل بما يكفي من الوضوح، ولكن هذه هي الحقيقه. وهذا كان عنده يعني دور كبير في النتائج اللي جات 2009. نفس المنهاج وصلنا في 2011 بالانفتاح على المرشحين اللي كان ما بين 70 و80% منهم تقدموا للترشيح الى البرلمان لاول مره. وهذه المنهجيه قررنا باش نبقاو مواصلينها ما دمنا في ساحه سياسيه تعتبر فيها الاغلبيه الصامته التي لا تصوت مازال كبيره، فمن واجبنا كحزب سياسي مسؤول اننا نبذل جميع الجهود باش هاد الشريحه تلقى بلاصتها في الساحه السياسيه بمراجعه انفسنا وبتوفير الفضاء المناسب. لهذا هذا كان من المبادئ اللي سطرناه في افق هذه الانتخابات. المبدا الثاني هو المناصفه اللي الان يعني رسمت في عدد من المؤسسات كهدف. هذا الهدف ما غادي كله يفعل ونوصلوا ليه ولو بالتدريج الا اذا اتخذت كذلك مبادرات. في هذا الافق نفس الشيء درنا مجهود اللي ان شاء الله غادي يبان بالارقام ستعلن في حينها، لا بالنسبه للشباب لا بالنسبه للنساء، انه يكون تقدم بنسبه محترمه في هذا الاتجاه.